نظمت بلدية الغروس في ولاية بسكرة حفلا تربويا تزامنا ودخول الجامعي للموسم الدراسي 2018-2019. الحفل نظم خصيصا للمتفوقين في شهادة البكالوريا بغية تحفيزهم في مسارهم الدراسي الجديد. فتح جوا. هو حفل تربوي بهيج تزامن والدخول الجامعي لسنة 2018 نظمته بلدية الغروس في ولاية بسكرة خصيصا للمتفوقين في شهادة البكالوريا بغية تحفيزهم في مسارهم الدراسي الجديد. تم فيه تكريم ما يفوق 70 طالبا وطالبة بحضور الأسرة التربوية وأولياء الطلبة وكذا السلطات المحلية للولاية. تكريم أبنائنا في هذه المناسبات إنما هو تكريم للعلم وتكريم للمتفوقين وتحفيز لبقية الطلبة، نتمنى أن تكلل أعمال الجميع بالنجاح. الطلبة المتفوقون أعربوا من جهتهم عن مدى سعادتهم بهذه الالتفاتة لأنها تزيدهم ثقة في النفس وحبا في اتخاذ مسار النجاح والتفوق من جديد. نشكر بلدية الغروس على هذه المبادرة اللي قدمتها وكانت حفلة ناجحة ومليحة ونشكر جميع اللي بادروا فيها. الحمد لله ربي وفقنا على النجاح، تعبنا ونشكر الأساتذة اللي تعبوا معنا والحمد لله. حفل التكريم الذي احتضنته ثانوية عمار حاجي أعطى كذلك فرصة لذوي المواهب الفنية لإبراز مواهبهم بهذا الأداء المتميز.